وخلال مشاركته بالحدث الجانبي الثالث لمؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي، أكد مدبولي أن مصر تتمتع بالكثير من المزايا التنافسية التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار. وأضاف مدبولي أن الموقع الاستراتيجي يمثل قيمة قوية لمصر، لافتا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري والاستثماري الأول لمصر. مصر تتمتع بالكثير من المزايا التنافسية في هذا العالم سريع التغير. دعني أبدأ بأن أقول إننا لدينا يد عاملة كبيرة وشابة ومتعلمة، وذلك يمثل فرصة ممتازة لكثير من التخصصات التي قد يكون الاتحاد الأوروبي مهتما بها. ومن ثم فإن هذه اليد العاملة تمثل إحدى أكبر نقاط القوى الناعمة لمصر، ويمكنهم أن يتم تدريبهم وتأهيلهم بشكل جيد للمستقبل للاستجابة لاحتياجات الطرفين في مصر والاتحاد الأوروبي. النقطة الثانية بالطبع هي الموقع الاستراتيجي لمصر، والذي يقع في القلب من العالم كله، وحوالي من 15 إلى 18% من التجارة الدولية تمر من خلال قناة السويس. وبالطبع هذا الموقع الاستراتيجي يمثل قيمة مضافة لمصر.